تقييمك ايه للنادي الاهلي بما انك قلت انه افضل مباراه قدمتها كانت امام النادي الاهلي، تقييمك لفريق النادي الاهلي بما فيه من لاعبين؟ Acho que é um time de expressão, né? Um time grande. كان معايا في النادي اشتغل 7 سنين في النادي الاهلي وكان كلمني كتير عن النادي الاهلي، نادي بيكسب بطولات وبينافس على بطولات وبيوصل دايما للنهائيات وبينافس دايما في كل الماتشات. كان دايما بينافس وبيطلع لقدام في المنافسات ودايما بيحاول يحرز على اهداف، وكان احسن فريق انا نافسته في مصر كان فريق الاهلي، عنده لعيبه كتير عندها خبره ولعيبه منتخب، فانا شايف ان الفريق بيكبر دايما. وتقييمك ايضا